فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تحدى رجل آخر رجلا آخر بفعل شيء مباح كحل لغز أو حل مسألة غامضة ففعله، فهل يكون هذا من باب الجعالة فيستحق ذاك؟ من باب المسابقة، ما هي من الجعالة. لا، ليس من باب، ما يجوز إلا في ثلاث التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن القيم رحمه الله يقول إن مسائل العلم ومسائل الفقه تدخل في الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز عليها. حفظ القرآن، حفظ الأحاديث يؤخذ عليها، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم.